وصلنا لدراسة الـ Retrospective Studies اللي هي دراسة الاسترجاعية، نوع من الـ Observational Studies. برجع فيها أنا للوراء، عملياً هي تحليل للبيانات أو تحليل للملفات. أنا برجع 10 سنين للوراء أو 5 سنوات للوراء، بشوف شو فين قبل عندي مرضى بالقسم، باخد بياناتهم أضابيرهم، بقعد بحلل بالبيانات، بجمعها وبطلع منها بنتائج. هذا هو نمط الريتروسبكتيف ستاديز. خلينا نرجع لمثال التدخين الشهير. انا بدي احاول اربط لوجود علاقه بين التعرض للتدخين وبين سرطان الرئه. طبعا انا من خلال متابعه مرضاي بالعياده عم لاحظ معظم المرضى اللي عم يجوا لعندي عم يكونوا مدخنين وعم شخص لهم سرطان رئه، فانا انشات فرضيه بعقلي انه في علاقه بين هذا هالمرض وبين هالتعرض. ارخص طريقه واسهل طريقه لحتى اثبتها هو اني اعمل احصاء، اني اعمل ارجع لاشوف ملفات المرضى بالعيادة عندي أو بالمستشفى أو بالقسم وأدرس العلاقة بين التدخين وبين الرئة. كيف أعمل هاي الدراسة؟ أنا برجع للوراء 10 سنوات أو 5 سنوات وبتقدم للزمن الحاضر. بمعنى آخر أنا ببدأ بالتعرض وبنتهي بالنتيجة بالأوتكم. كيف يعني؟ أنا برجع ل10 سنين، شو في عندي مرضى مدخنين كانوا، بتابع الأضابير تبعهم، بقرأ الأضابير وشوف تطورات الحالة عندهم، شوف شو نسبة اللي صار تطور عندهم سرطان رئة بالآخر باليوم بالزمن الحاضر. هاي النسبة، أو إذا عملت هذا الشيء فقط بدون مجموعة شاهد بدون مجموعة كنترول، فأنا عم أعمل دراسة توصيفية ديسكريبتيف. بعملها مجموعة كنترول، بمعنى آخر أنا بجيب لكل مريض أضبارة مريض مدخن وبعمره 50 سنة مثلا، وهو ذكر هو كذا، هي العوامل اللي بتخيلها، بعمل له ماتشينج. بمعنى آخر بجيب مريض بنفس العمر نفس الجنس ونفس العرق ربما، نفس عوامل الخطورة القلبية نفس عوامل السكري، بعرضهم أو بيكونوا غير مدخنين وبقرأ أضبارتهم. ما بتابع بقرأها لأنه عم نحكي بالزمن الحاضر، نحن بقرأ أضبارتهم شوف شو صار عليهم على مدى السنوات العشرة الماضية، وبشوف بحلل نسبة اللي صار عندهم سرطان رئة بمجموعة غير المدخنين مقابل مجموعة المدخنين، وبقدر من خلال فرق الإحصاء أني أعرف أنه في علاقة بين التدخين وبين سرطان رئة. هذا هو تصميم Retrospective Studies. مشكلة هذا النوع من الدراسات انها في عوامل تضليل، نسبة تعرضها للكونفاوندينج فاكتور عالي. انا ما بقدر اعمل ماتشنج لكل الامور لانه اصلا انا عم اتعامل مع ملفات، ما عم اتعامل مع مرضى. احيانا بيكونوا المرضى متوفين اللي عم اقرا ملفاتهم، ربما المريض عم ياخذ دواء غريب ما حدا خطر على باله من المقيمين او من الاطباء اللي عم يتابعوا المريض بهذيك الايام انه يكتبه. كثير شغلات انا بالملفات ما مفروض علي فرض، انا ما بقدر، مو انا اللي جمعت الداتا اصلا، مو انا اللي كتبت الداتا بالملفات، انا علي عم حلل الداتا فقط. هذه مشكله هي النوع من الدراسات. قلنا الكونفاوندينج فاكتور عالي، ما في موثوقيه عاليه بالتوثيق حقيقه، سواء ايام الكتابه وحتى هلا ايام الكمبيوتر حقيقه ما انحلت هي المشكله. وبخبركم انه فعلا التوثيق على الكمبيوتر ما هو احسن ابدا من التوثيق بالملفات. الشيء الثاني اللي قلنا الكونفاوندينج، حكينا موضوع الدقه بتحليل البيانات. الشغله الثالثه انه هن انه باحسن الاحوال نحن نقدر نعمل فرضيات او نقدر نحن نختبر الترابط، ما بنقدر نعمل سببيه، وبالتالي ما في سببيه من هي الدراسات. لو طلع معنا فرضيه جيده، طلع مثلا جبنا حجم عينه كبير لا يمكن تجاهله احصائيا، مثلا 50,000 مريض 90,000 مريض، احيانا كنت تحليل بيانات لعدد هائل من المرضى حقيقه، فالنتيجه اللي بتطلع معهم ما هي نتيجه قاطعه بوجود سببيه بين التدخين وسرطان الرئه، انما هي نتيجه ترابط. ونحن بنقدر او ناخذ هي الفرضيه ونحاول نثبتها بدراسات اقوى بتقدر تعمل تثبت السببيه كدراسات الاوبزرفيشنال البروسبكتيف وربما ار سي تي لو بنقدر نعمل ار سي تي بهيك حالات. لاحظوا انه نحن بهي الدراسه بدانا بالتعرض وانتهينا بالاوتكم، رجعنا 10 سنين لورا، رجعنا 10 خطوات للوراء ومشينا لوصلنا للزمن الحاضر. لو انا عملت العكس اني انا بدات من الزمن الحاضر واندرت للخلف وبدات امشي للوراء، بمعنى اخر انا بدات من الاوتكم، بدات من سرطان الرئه وطلعت للخلف اشوف شو هي عوامل الخطوره اللي كانت عند هدول المرضى لحتى ادد لحدوث السرطان عند هدول المرضى قياسا بمجموعه اصحاء اليوم. هذا تصميم ثاني للدراسات، لما ببدا بالاوتكم وبنتهي بالاكسبوجر، هذا تصميم ثاني للدراسات نحكيه بالمحاضره القادمه ان شاء الله، واذا لقطتوه يا ريت تكتبوا لي بالتعليقات عن شو رح نحكي ان شاء الله بالمحاضره القادمه. السلام عليكم.